اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناه التغيير، التقيكم على الهواء مباشره وبرنامج من بغداد في ساعته الاولى. هذه الساعه التي خصصناها للتواصل مع اهلنا وشعبنا، للتذاكر في كثير من القضايا وفي مقدمتها ما يمر به العالم اليوم من ازمه حقيقيه وكبيره في قضيه وباء كورونا. نحن نتابع وكما قلنا في حلقات سابقه أننا أمام أسبوعين مفصلين قد قضي منهم يومين أو ثلاثة أيام. ندعو أهلنا وشعبنا وأحبتنا وعوائلنا الالتزام، على الرغم من أنه اليوم الإصابات بالعراق يعني وصلت بحدود 80 أو 83 إصابة. كذلك هذه الساعة أخذتنا إلى أبعد من قضية كورونا، لأننا ندرك حجم المعاناة التي يمر بها أهلنا والضائقة التي يتعرضون إليها. ولذلك وجدنا من خلال هذه المنبر أن نخاطب الجميع بمشاكل الناس، ونتشرف أننا نحظى بثقة أهلنا وشعبنا أننا نطرح هذه التساؤلات على السادة المسؤولين لكي يستجيبوا لهذه المعاناة. أنا كما أنتقد الحالة مثل ما هي، أيضا أمدح الحالات التي يحصل فيها استجابة. يعني عندما ناشدنا وزارة الدفاع، يعني خرج علينا الناطق الرسمي بوزارة الدفاع، وناشدنا السفارة العراقية، خرج معنا السيد السفير وكذلك الأخوة في بقية الوزارات. اليوم أيضا على مناشداتنا راح يكون معنا السيد رئيس هيئة التقاعد الوطنية الأستاذ أحمد السعدي، كذلك راح يكون ويانا في الساعة الثانية السيد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية كما ناشدناه يوم أمس. وفي النصف الساعة الأخيرة سوف أناقش مع السيدة سلام سميسم والسيد جوزيف أنطوان الأزمة المالية وقضية طباعة العملة العراقية. أبدأ من الساعة الأولى، وهذه الساعة سوف تخصص إلى الأخوة المتقاعدين، وسيكون برفقتنا ضيفاً الأخ الأستاذ أحمد السعدي رئيس الهيئة الوطنية للتقاعد. تليفوناتنا مفتوحة والواتساب مفتوح مشاهدينا الكرام، بإمكانكم الاتصال. وبصراحة أنا وصلتني أكثر من 2000 رسالة أضعها أمام السيد السعدي، أعتقد أنه الساعة ما راح تكفي، لكنه سوف نغطي ما يمكن تغطيته خلال هذه الساعة. أرحب بالأستاذ رئيس الهيئة الوطنية للتقاعد الأستاذ أحمد السعدي، حياك الله يا أستاذ أحمد. استاذ احمد تسمعني؟ حبيبي الغالي، شلونك استاذنا العزيز؟ شلون الاخبار؟ زين ان شاء الله. انا وياك على الهواء مباشره. استاذ احمد اسمعك. نتمنى لكم ولشعبنا السلامه والامان، وان شاء الله تعبر هذه الغمه عنكم وعن كل شعوب الارض ان شاء الله. اليوم انا ناشدتك يمكن بالحلقتين السابقه، واشكر استجابتك به هذا اليوم، وإن كنا نمني النفس أنه نكون على الهواء مباشرة، لكن يجب أن يحترم حظر التجوال. بداية أستاذ أحمد أريد أبدأ من مشكلة وياي شباب. شباب أمنون الاتصال بشكل يبدو أنه الشباب عندهم ضغط الاتصالات، فعلى قولت اللي يقول ده تشبك هاي بذيك، وما دا نقدر نأمن الاتصال بشكل واضح. الشباب قضية المتقاعدين، أنا أعتقد هذه القضية يجب أن تولى اهتماما استثنائيا، لأن هذه الشرائح وصلت إلى عمر لا يمكن لها أن تعمل على قولت يقول بشد أكبر، لأنه استنزفت طاقاتها في وقت وأعطت ما لديها إلى الدولة وإلى المجتمع. بالتالي يعني نحاول قدر الإمكان أن تكون هنالك رعاية مهمة إلى الأخوة المتقاعدين، لأنه وصلوا إلى أعمار يحتاجون إلى مبالغ، وخصوصا أنه أنتم تعرفون كثرة الأمراض وكثرة الأوبئة وهذا التعب والركض والجد والسنين. والتعب بالعراق ما يشبه تعب بالعالم، يعني مرات يشتغل بدرجة 50، يشتغل بدرجات برودة عالية كلش، فهذا من يوصل عمر 55-60 لا والله يخلص. أستاذ أحمد ويانا تسمعني؟
السلام عليكم استاذ نجم تحت. اهلا وسهلا استاذ احمد. استاذ احمد استاذ احمد نعم نعم نعم. الان اريد ابدا من قضيه يعني يبدو انك يلا يلا قطع قبل شويه. اي الان تسمعني استاذ احمد؟ استاذ احمد تسمعني؟ شباب ليش الاتصال بهذا الشكل؟ شوفوا لنا شنو عيدوا لنا. فلا بد ان المشرع ياخذ بنظر الاعتبار ما هي الاستحقاقات المالية التي يمكن أن نعطيها لهذه الشرائح بحيث نحفظ لها كرامتها ونحقق لها احتياجاتها. هذا النظام أعتقد متعامل به في كل دول العالم، أنه المتقاعد يجب أن يأخذ الحد الذي يبقيه إنسانا كاملا، لا يحتاج إلى هذا ولا يحتاج إلى ذاك، خصوصا أننا في زحمة، الكل الآن يركض حتى يقدر يدبر عيشته، خصوصا أن الظروف اللي مرينا بها ظروف استثنائية وتحتاج تقديرات حقيقية لكل فئة من فئات الشعب، خصوصا أنه إحنا اليوم، وأنا أقولها بجرأة متناهية، ما عدنا عدالة في توزيع الثروات. أكو طبقات متخومة إلى حد ما تقدر تتنفس وما تقدر وين تحط الفلوس، واكو طبقة فقيرة شماي مديدة بجيب ما يلقي له درهم، وبنيته محتاجة وليده محتاج وشنته محتاجة، وابنه ما عدى يكمل تعليمه وما يقدر يزوج وليده، ويجوز ما عدى فلوس إيجار. ذلني من نريد نحسب لشرائح المجتمع لازم نخليهن بالحسبان. ولذلك مرات المشرع أو صاحب القانون، أنا لا أعني هنا الجهات التنفيذية، الجهات التنفيذية ليست لها علاقة. هذا مثل أبو التقاعد يقول لي أبا أصرف 200 يصرف 200، أصرف 400 يصرف 400، لكن يحق له أن يتدخل. مرات من أنت تجي تطل الواحد ما يحتار وين يحط الفلوس، وتجي تحسب الواحد 300,000 دينار، يعني بمعدل 10,000 دينار يوميا. 10,000 دينار يوميا الآن في ظروفنا الحالية يمكن أن تعيش زوج وزوجته، ما أريد أقول عتهم خلفة، وما أريد أقول يتمرضون، وما أريد أقول يأكلون فواكه، وما أريد أقول يأكلون لحم، تكفيهم كل وجبة 3,000 دينار، وما يدخن وما يشرب وما عنده كروة. فلذلك لما المشرع يشرع هذا القانون، اللجان المتخصصة تسولف وياه، تحكي وياه، تقول له راح أستبدلك هاي الشهرين بمخصصاتك وبرواتبك مع أي متقاعد، وراح ألزمك باسم قانون الذي أنت أصدرته تعيش بال10,000 هذه يوميا، 3,000 وجبة غدا وعشا وريوق، وما تمر للحارثية تسوي سونار، ولا تمر تاخذ لك حباية، ولا تسوي أشعة، مو هيجي. ما يمكن أستاذ أحمد جاهز؟ استاذ احمد ارحب بك من جديد، تحياتي لك اخوي العزيز. استاذ نجم السلام عليكم، تحياتنا لكم، الله يحفظك ويخليك ويسلمك. انا اشكرك واشكر استجابتك اليوم استاذ احمد، واريد ان ابدا. اخونا الكبير حياك الله، بارك الله بكم. الان قضيه المتقاعدين القسريين، شباب بس صفوا للصوت، هؤلاء الشريحه اللي بحدود 250 الف اللي تمت احالتهم قسرا، هذه الشرائح يمكن أنا وصلتني من عندهم عشرات الرسائل وعشرات المناشدات، ذولا صار لهم 4-5 أشهر طلعوا ولحد الآن ما كاملة معاملاتهم، والآن دا يمرون بظرف حظر التجوال، ذولا شنو وضعهم؟ شلون يأخذوا الرواتب؟ وليش تأخرت مستحقاتهم؟ الله يحفظك أستاذ نجم، الله يحفظك، بارك بيك. احنا حتى نبين الأهم، طبعا الوباء اللي انتشر بالكرة الأرضية كلها طبعا حال دون قوة قاهرة وتعرف هذا الموضوع، نعم، بيضرب كبار السن قبل الشباب وصغار السن، وفئة المتقاعدين هي أخطر فئة تتعرض لهذا الموضوع. اللي صار انه تعرف من صدر قانون التقاعد في 31/12/2019
أحال ثلاث مواليد إلى التقاعد. أي. هاي الثلاث مواليد عند إحالة للتقاعد حسب تقديراتنا ما يقارب 216,000 متقاعد أحيلوا في بداية السنة في يعني بشهر الواحد. أي. كثير من المتقاعدين ما أكمل ترويج معاملة التقاعدية بسبب عدم إكمال براءة الذمة من دائرته، يعني ما وصلتنا معاملة التقاعدية سبب عدم إكمال براءة الذمة من دائرته، وقسم منهم اللي كملوا أنجزت معاملاتهم داخل دائرة التقاعد. إكمال براءة الذمة من دائرته بسببين، يعني السبب الأول اللي هم ماخذين سلف وقروض من المصارف، والآن أكو تحرك من قبل الإخوان في اللجنة المالية ومعالي السيد وزير المالية نائب رئيس الوزراء وزير المالية مع المصارف بحتى نحول مبالغ السلف والقروض اللي يقترضوها الموظفين تتحول إلى الرواتب التقاعدية وتستقطع، لكن يجب أن يعاد في هاي الوقت جدولة الاستقطاعات وجدولة السلفة وجدولة الفوائد حتى ما تكون ترهق كاهل المتقاعدين. الموضوع الثاني اللي الحاكم قسم كثير تعرف سبعة كل دوائر الدولة توقفت عن العمل بسبب حظر التجوال، فما بيقدرون يروحون ينجزون معاملاتهم حتى يسوون براءة الذمة. قبل قليل كنت أتكلم مع الإخوان في اللجنة المالية وقصة فيها الأخت ست ماجدة التميمي النائبة ماجدة التميمي من اللجنة المالية، وكانت أكو مجموعة من الأفكار. إحنا بعام 2019 عفوا صوتي واضح؟ واضح نعم نعم أسمعك أستاذ. بعام 2019 واجهنا مشكلة طبعا التأخر في قسم من دوائر الدولة في إحالة منتسبيها إلى التقاعد. زين. فكان أكو قانون موازنة، نص قانون موازنة على أنه إذا الموظف ما قدر يكمل معاملته التقاعد يعني معاملته داخل دائرته بسبب براءة الذمة فتنجز معاملته التقاعدية ويبقى موضوع براءة الذمة معلق، دائرته بعد ما تكمل براءة الذمة ترسل لنا أما بهذه الحالة أو مقدار الدين الذي يترتب بذمته. بهذه الحالة تصرف رواتبهم لحين إكمال براءة الذمة، وهل ال 216,000 للتقاعد هل ال 216,000 للتقاعد نصرف راتب لحين إكمال براءة الذمة؟ زين الآن إيش قد عدكم من ال 216,000 تم إنجاز معاملتهم واستلموا رواتبهم؟ الشباب صفون الصوت. ما يقارب إحنا في الشهر الواحد والثاني والثالث أنجزنا ما يقارب يعني مو نص ساعة دقيقة ما يقارب 77,000 بالضبط. من ال 216 موظف أحيل إلى التقاعد. نعم. تم إنجاز معاملاتهم واستلموا حقوقهم، بس أكو عدد كبير أيضا بعد ما أنجز معاملاته وما وصلت للتقاعد حتى نبلش بإنجازها. ما وصلت إلى التقاعد. أنا أيضا الأخوة المتقاعدين الآن أنتوا سمعتوا ما يقوله السيد رئيس الهيئة الوطنية وبإمكانكم الاتصال للمداخلة معه. أيضا عندي قضية من أخوتك الصحفيين. ده يحكون عن إضافة خدمة الصحفيين للتقاعد، قانون تقاعد الصحفيين المعدل يجوز إضافة هذه الخدمات للتقاعد، ليش هاي الفقرة تعطلت؟ مدة خدمة الصحافة تضاف أي تسمعني أستاذ نجم؟ نعم. مدة خدمة الصحافة تضاف إلى الخدمات التقاعدية للموظف أي الذي يحال إلى التقاعد، هاي المدة مال الخدمة طبعا تضاف إلى بالوظيفة لأغراض العلاوة والترفيه وبالتقاعد لأغراض التقاعد. زين. وأكو إجراءات، هي أكو لجنة مشكلة داخل نقابة الصحفيين وثم ترسل إلى ديوان الرقابة المالية تدقق ومن ثم يصدر هذا القرار، إحنا نعتمد هذا القرار النهائي. إيش قد الخدمة اللي إيش قد الخدمة اللي بموجبها يطلع تقاعد الصحفي الآن وبأي عمر؟ لا الصحفيين هم منضمين تحت صندوق تقاعد الصحفيين. زين. وصندوق تقاعد الصحفيين يمول من الاشتراكات الخاصة بالصحفيين، ما يمول من الحكومة تعرف فيه سابقا. أي أي. لكن الصحفي إذا تعين في الدولة الصحفي إذا تعين في الدولة أو المحامي إذا تعين في الدولة يعني تعين بوظيفة، هاي المدة اللي قضاها في خدمة الصحافة في الكتابة تضاف إلى لأغراض العلاوة والترفيه والتقاعد. زين. أيضا عندي تساؤلات عن نهاية الخدمة للشهداء من عام 2003 إلى عام 2014. أنا حكيت لي أنت في إحدى من الحلقات والناس تقول إلى الآن ماكو إجراءات وما استلمنا مكافأة نهاية الخدمة للشهداء. سيدي العزيز. نعم. القانون كل القوانين التقاعد السابقة كانت تقر بمكافأة الاستشهاد بالنسبة للشهيد. زين. الموظف بالدولة أو العسكري أو قوى الأمن الداخلي أو منتسبي الحشد الشعبي المقدس.
فكنا نعم. نصرف مكافأة الاستشهاد. الآن بموجب القانون الجديد اللي صدر في 31/12/2019 يعني بداية هاي السنة صدر أي. قانون قال تصرف مكافأة نهاية الخدمة تعادل 12 راتب. 12 راتب شنو فرقهم عن المدنيين؟ المدني المدني ايش قد ياخذ نهاية الخدمة؟ ايش كم سنة؟ احنا حتى نبدي نعرف ايش قد مقدار المكافأة واعدادهم بلشنا شكلنا لجان تجرد الأبابير التقاعدية للمتقاعدين وتحدد تشوف من استلم سابقا مكافأة نهاية الخدمة يعني قسم منهم كنا نصرف لهم مكافأة نهاية الخدمة وقسم مصرف. زين ليش الشهداء 12 شهر؟ حتى ينعزل استاذ احمد اللي ما مصروف له حتى نطلب تمويله من وزارة المالية نصرف له. استاذ احمد ليش 12 شهر؟ المدنيين ايش قد ياخذون؟ 12 راتب تقاعد. المدني ايش قد ياخذ نهاية خدمة؟ يعني لا هو ايش قد راتب التقاعدي في 12؟ في 12 شهر. حسب الرتبة، حسب الدرجة، حسب العنوان. لا لا أنا سؤالي، أستاذ أحمد تسمعني الآن، سؤالي المدني ايش قد ياخذ كم شهر نهاية خدمة وكم سنة؟ لا العفو سيدي العزيز أستاذ نجم. إي. بالراتب التقاعدي، الراتب التقاعدي ينحسب على معايير. أي. أقل راتب تقاعدي للشهيد هو وفق ما محدد بالقانون 1,200,000 إذا كانوا 3 أفراد. أي. فأكثر. أي. أو يصير 90% من 1,200,000 يعني 960,000 دينار إذا كانوا نفرين، و 80% إذا كانوا 3 فرد واحد. ها ها ها. أي. واضح. هذا الحد الأدنى. زين. لكن مثلاً أكو شهداء مثلاً. واحد درجته مدير، واحد رئيس ملاحظين، واحد معاون مدير، هذا راتب يجوز اكثر حسب اخر راتب. كل واحد ياخذ 12 راتب تقاعدي. زين يعني حسب درجته وعنوانه وخدمته. زين اقل شيء هو هذا اللي قلت لك. ضباط الجيش السابق مشمولين بنهايه الخدمه لو لا؟ اكملنا موضوع نهايه الخدمه للجيش العراقي السابق وتم صرفها نهائيا واكملت الحمد لله والشكر. الان احنا باب الاعتراضات موجود، قسم من المتقاعدين بيعترضون. في هذا الشهر كملنا 506 او 504 قيد قبلت اعتراضاتهم وتم صرفها لهم. اما ان شاء الله بعد ما نداوم، بعد ما ينتهي موضوع حظر التجوال بالسلامه، يعني استلموا ضباط الجيش السابق الذين لم يستلموا قسم من عندهم استلموا؟ نعم نعم، الجيش كله استلم، الاغلبيه العام استلم، بس اكو قسم مثل خدمته ما ثبتها بصوره صحيحه، بياناته ما ثبتها بصوره صحيحه، يراجعون مع حد لهم. بس الجيش كله استلم والحمد لله والشكر. شباب اذا عندكم اتصالات خلوا مداخلات ويا السيد رئيس الهيئه الوطنيه. ايضا تساؤل بالنسبه للمتقاعد المتوفي، احد المواطنين ابو عبد الرحمن يقول ليش ما تصرف له زياده وليش انقطع راتب المتوفي الكاسب؟ العفو بس عيد لنا السؤال استاذ نجم. جاني رساله من ابو عبد الرحمن يقول ليش المتقاعد المتوفي لا تصرف له زياده وليش انقطع راتب المتوفي الكاسب؟ هاي الرساله بهذا الشكل. لا هو الراتب التقاعدي بموجب القانون هو محتسب حسب قانون التقاعد الموحد. قانون التقاعد الموحد نعم. الجديد اجى كان الحد الادنى للراتب التقاعدي 400,000 دينار وبقى الحد الادنى 400,000 دينار. اي. لكن منح هذا القانون مخصصات سماها مخصصات تحسين المعيشه. اي. المتقاعد الذي هو على قيد الحياه. اي. هاي المخصصات قال ال 400,000 دينار اللي كل من شخص راتبه اقل من 400,000 دينار يمنح فرق المخصصات يوصل لل 500. الحد الادنى. لا مو الحد الادنى، الحد الادنى 400,000. اي. ويمنح مخصصات قدرها ما يساوي 500,000 دينار اذا كان اقل من 500. ايش قد يصير راتبه؟ ايش قد يصير راتبه 500؟ يعني اذا واحد راتبه 450 ننطيه 50، اذا واحد راتبه 400 ننطيه 100، يصير لازم 500 راتبه. يعني يبدا من 500 صاعدا. الاجمالي 500. اقل راتب متقاعد الان 500. هذا اقل راتب تقاعد. زين. عمار من بغداد، انا اتمنى الاخوه المداخلات تكون بسيطه صغيره، تفضل عمار. استاذ نجم الله يسعدك. حياك الله اخوي عمار. استاذ نجم بلا زحمه عليك، انا معاق متر فوق الركبه. اي زين، وعندي التقاعد مال اخوي عسكري، كانت والدتي تستلمه، والدتي توفت في 2010.
اي زين اي استحقه ونستلمه. اشكرك. سمعت استاذ احمد عمار؟ سمعته استاذ احمد؟ لا والله العفو. يقول هو متقاعد عنده متر فوق الركبه، كان اخوه يا متوفي ايضا، امه تستلم التقاعد، والدته الان توفت وهو معوق، يصير يحول التقاعد الى؟ اكو شروط لاستحقاق الاخ للحقوق التقاعديه. زين. احد هذه الشروط انه يقول اذا الاخ يعني هو ده يطلب راتب والده، يعني يطلب الراتب التقاعدي عن والده. اي. والده المتوفي. اي. لو ده يطلب الراتب التقاعدي عن اخوه، فاذا كان عن والده الراتب التقاعدي عن والده. ياخذ واحد من الراتبين. لا لا العفو، هو ده يتكلم بيقول عمار، يقول والدتي توفت. اللي كانت تستلم راتب اخوه المتوفي. اي اذا بده يطلب الراتب التقاعدي عن اخوه. اي. هاي الحاله القانون ما يسمح بمنح الراتب التقاعدي من الاخ للاخ. بامكانه انه يراجع شبكه الحمايه الاجتماعيه او هيئه ذوي الاعاقه. الراتب التقاعدي من الاب للابن يصير اذا كان معوق. زين اذا وحده امها كانت تستلم التقاعد وتوفت الوالده، ظلت البنيه والبنيه ما متزوجه، يصير تاخذ الراتب؟ إيه اذا راتب ابوها. إيه؟ راتب ابوها تستحق الراتب التقاعدي عن والد. ماشي. اذا ما متزوجه او غير موفق. زين. قضيه مضاعفه الخدمه لمنتسبي وزاره الداخليه، وهل مشمول بنهايه الخدمه لو لا؟ وش قد ممكن منتسبي وزاره الداخليه مضاعفه خدمتهم؟ صدر قرار من السيد القائد العام للقوات المسلحه. اي. بشمول العسكريين بمده الحركات الفعليه باعتبارا من 9/4/2003 ولغايه اليوم الحاضر. اي. وكذلك صدر قرار من القائد العام للقوات المسلحه بشمول منتسبي قوى الامن الداخلي ووزاره الداخليه في الحركات الفعليه من 9/4/2003 الى يومنا هذا. اي. يعني اصبحت الخدمه اليوم بيومين. ها. ويا كانت ضاعفت الخدمه. اليوم بيومين. اي. اليوم صار ينحسب ليومين، فهنا بلشت هيئه التقاعد الوطنيه باجراءات اعاده احتساب الخدمه للمتقاعدين العسكريين من منتسبي قوى الامن الداخلي. اي. هنا اكو اشخاص يستفاد من مضاعفه الخدمه، واكو اشخاص ما يستفادون منها. شلون؟ يعني اذا شخص مثلا خدمته على سبيل المثال 15 سنه. اي. ومن يضاعفها مثلا هو درجته مثلا شرطي او جندي اول، واذا ضاعفناها صارت 30، فاذا ندخلها بالمعادله هو لا يحمل شهاده مثلا وما عنده مؤهل، من ندخلها بالمعادله اذا طلعت اقل ال 500,000 فهو راح يبقى ياخذ ال 500. اذا زادت عن ال 500 يستفاد منها يعدل راتب التقاعد. زين. عندنا محمود من الحله. اهلا وسهلا محمود. شلون دكتور؟ شلون تحتك؟ يبارك فيك حياك الله. الله يحفظك. والله باختصر لك يعني استاذ نجيب. باختصار. بالنسبه ما يقول السيد مدير التقاعد موجود، احنا 2012 طلعنا من الشرطه. يا سلام. تاثير قانوني ولحد الان ما يا سلام. التاثير يعني الرايه. يا سلام. انا طلعت 1/12/2019. اي اخذت تقاعدك؟ لا لحد الان المعاملات خلاص مش محصله، ليش ما ادري؟ انت شو؟ هذا الشهر الرابع راح يجينا. انت على اللي ذول اللي حكيناهم 216,000. يعني من كبار السن اذا كان 60 سنه. خوش ماشي ماشي ماشي. تسلم الله. منو؟ اهلا حسن من الموصل. تفضل اخ حسن. السلام عليكم. عليكم السلام. استاذ نجم العفو، انا كل غشاء داخل راتبي حسب الاصول. اي. بس بالثالث والرابع طلع مرفوض، الراتب طلع مرفوض. فما اعرف شو السبب. مرفوض؟ مرفوض نعم. الورقة القسيمة اللي تطلع مكتوب عليها مرفوض. وهاي شلون راح يعرف لك اياها مدير التقاعد؟ شنو؟ استاذ احمد تسمع؟ عندي اتصال من الاخ حسني من الموصل يقول انا كل شهر اخذ استحقاقاتي عادي ما عندي مشكله، بس طلع عندي الثالث والرابع يقول مرفوض. مرفوض؟ اي. يعني يا حبذا اذا يتمكن يعني شلون يوصل لك صوره الهويه التقاعديه او الرقم التقاعدي. اي. او تعطي رقم التقاعد هاتفي بعدين بعد البرنامج.
حتى نتمكن من نتاكد ليش عنده رفض. دزني بس الرقم التقاعدي اخ حسني وهويتك ابعثها للسيد مدير التقاعد. ايضا عندي الاخ محمود من الحلة يقول انا خرجت 19/12/31/12/2019 مال كبار السن والى الان معاملتي ما كاملة. اذا 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 روج معاملته للتقاعد فبامكاننا ان نجزم اياه بعد اكمال اجراءات الحظر. بس اذا ما مروج معاملته يكون يراجع دائرته على مدير يروجها ويجيب لنا اياها احنا نبلش لديه. زين. شهداء حرب ايران العراقيين هل تخضع للزيادات؟ هل مشموله بالزيادات؟ نعم. شهداء الحرب ايران هل مشمولين بالزيادات؟ الشهداء اللي استشهدوا بالحرب العراقيه الايرانيه هم طبعا انحسبوا متقاعدين طبعا نسبة بالمتقاعدين العاديين. اي. وانشلوا يعني بموجب القوانين السابقه كانت الرواتب تتذكر التقاعديه متدنيه جدا يعني. أي. كان اكثر راتب تقاعدي 5000 دينار في زمن النظام السابق الفائز. تمام. بعدين اجتهم زياده صاروا 7000 دينار و500. زين. فاصبح مقدار الراتب التقاعدي اللي يتقاضوا اقل من الحد الادنى للراتب التقاعدي. زين. فبعد التغيير صارت تعديلات على الرواتب التقاعديه فصار الراتب 120,000 دينار، بعدين 130,000، بعدين 220، بعدين 400، هسه ثبت على يعني الحد الادنى 400 اذا كانوا ثلاثه افراد فاكثر، واذا فردين يصير يعني 360 و320 اذا فرد واحد. زين ليش ما يحسب على قانون التقاعد اللي حضرتك قبل قليل شنو تحكي عنه؟ لا هو هذا قانون التقاعد، بس احنا عندنا قانون الشهداء، الشهداء ذاك ما ضحايا الارهاب اللي يقول 1,200,000. يعني هذا 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 دافع عن الوطن وهذا دافع عن الوطن. هذا يعني الكتل هذا تحت ظروف موضوع ما يعني هذا موضوع تشريعي تعرف، هذا قانون. هو انا اناقش من خلالك القانون. يعني هم في الموت واحد وان تعددت الاسباب، هذا كان يدافع عن الوطن ومات وهذا دافع عن الوطن ومات، ليش ما نضمهم بقانون واحد؟ يعني ليش تميز هذا عن هذا؟ يعني هنا هذا هذا الموضوع قانون ضحايا الارهاب استاذ مجين، قانون ضحايا الارهاب هسه حاليا الشخص اللي يستشهد نتيجه عمل ارهابي بدنا نعطيه كامل راتبه مخصصاته او 1,000,000 تعطونا 1,200,000. لكن اللي الشخص اللي يستشهد مو نعم. نتيجه عمل ارهابي يعني شلون هسه نقول احنا الجيش العراقي يا ستار بالمستقبل او صارت حرب وواجه معركه في مع جهه معينه او دوله معينه، هنا القوانين قانون الخدمه والتقاعد العسكري اللي يشتغل، لكن حاليا عندنا قانون ضحايا الارهاب هو الوحيد اللي يشتغل، فكل العسكريين ومنتسبي قوى الامن الداخلي انضووا تحت قانون ضحايا الارهاب. لو نرجع القوانين هم السابقه ترى نفس التشريع ما تغير. فلازم من خلالكم طبعا هاي نشكرك استاذ نجم عليها، لازم يصير تعديل لقوانين التقاعد بحيث يشمل كل حالات الاستشهاد. أنا أريد أخاطب السيد القائد العام للقوات المسلحة وأخاطب البرلمان العراقي وأخاطب الأخوة المشرعين سواء في وزارة المالية أو في وزارة التخطيط أو الجهات ذات العلاقة في قضية أرزاق الناس. ابعدوا القضايا السياسية عن لقمة الناس وبعدوا قضية تحبون منه وتكرهون منه، هذا أمر آخر. هذا استشهد في دفاع مقدس عن الأراضي العراقية وهذا استشهد في دفاع مقدس عن الأراضي العراقية. قضية تحب وتكره هاي قضية مارسها بوحدك، أما بأرزاق الناس كل العراقيين الشرفاء الذين ضحوا من أجل العراق يستحقون أن نعاملهم معاملة واحدة وأن ننحني لأهلهم. يعني باكر تغير هذا النظام، انتهى هذا النظام، يطلعون ضحايا شهداء الإرهاب يطلعوهم خونة، شنو يطلعوهم؟ ما مقاتلين؟ لو راح يحسبونهم صفويين؟ لو يحسبونهم أمريكان؟ لا بابا، ذول عراقيين شرفاء قدموا من التضحيات ما يكفي. ما يصير احنا هالشكل اخوان. أرجوكم الدول والقوانين لا تبنى بهذه الطريقة، ما لنا علاقة. قاتل في إيران واستشهد، قاتل الإرهاب بالموصل واستشهد، طقت عليه واستشهد. نعم استاذ احمد، انا اشكر التفاتك بهذا الموضوع، وانا ايضا اريد من خلالك انه مثل هاي القوانين يجب ان تعدل استاذ احمد. ان شاء الله ان شاء الله نعمل على ذلك، الله يحفظك، يكون
تكون حدود الشهادة في مرتبة واحدة. من عندكم شباب؟ علي من صلاح الدين، تفضل يا علي. عليكم السلام نجم. عليكم السلام، هلا هلا ابو حسين. الحين عليك ولضيفك الكريم من الاستاذ احمد، عندي استفسار بسيط. ايه. موظف دائرة التربية صلاح الدين، عندي 5 سنوات وسويت تقرير طبي وصار غلب الاصابة، سنطوني 70% نسبة عجز، هل يحق لي تقاعد؟ يحق لي شلون هذه؟ وشكرا. استاذ احمد، الاخ من صلاح الدين يقول انا عندي خدمه 5 سنوات وصار عندي عارض، انحلت لجنه طبيه وطلع عندي عجز 70%، استحق التقاعد لو لا؟ سيدي العزيز، العجز مو بمقدار النسبه استاذ نجم، ويسمعون الاخوان المتقاعدين والموظفين، العجز هو نسبه، لكن قرار الاحاله الى التقاعد يتقرر اللجنه الطبيه، اللجنه الطبيه تقول لا يصح للخدمه يحال الى التقاعد. اذا قالت اللجنه الطبيه لا يصح للخدمه يحال الى التقاعد، هنا ما عدم استقعد، يعني قررت اللجنه الطبيه عدم صلاحيته للخدمه. نسبه العجز، نعم، هنا قد تقول اللجنه الطبيه لا يصح للخدمه يحال الى التقاعد، او تقول لا يصح للاعمال الشاقه ينقل الى اعمال مكتبيه، او لا يصح للسياقه ينقل الى عمل اخر. هاي صلاحيات اللجنه الطبيه. هنا اللجنه الطبيه احنا نلتزم بالقرار مالها، القرار لا يصح للخدمه بغض النظر عن ايش قد خدمته. ما تعنينا. مو استاذ احمد، بغض النظر عن خدمته ايش قد؟ لا طبعا بغض النظر عن الخدمه. زين. الموظف اذا احيل الى التقاعد لاسباب صحيه تبلغ خدماته الى 15 سنه اذا كانت تكون عن ذلك، ويصرف الراتب التقاعدي بغض النظر عن العمر. خلوني اخذ من الانبار احمد، تفضل يا احمد. السلام عليكم. عليكم السلام. استاذ انا من الانبار، طلع انا جريح عسكري، طلعت تقاعد. يا سلام طلعت. وطلعت تقاعد صار لي تقريبا 2019 طلعت تقاعد واستلمت هويتي مال التقاعد. اي. بس اطلب 4 اشهر صار لي، هاي صار لي 8 اشهر اراجع عليهن وما تعال ينطوني اياهن. اللي وراي يستلموهن لا امتيازاتي ويوقفون الهويه الا ما يجي راتبي. اي. اي اطلب 4 رواتب لحد لا صار 7 اشهر 8 اشهر اراجع عليهم ما سووا لي كل شيء. بالانبار. من الانبار اللي ورايا استلمهم واني ما استلمت لحد الان. شو اسمك انت احمد مو؟ احمد طلال جاسم. استاذ احمد، ايضا احمد طلال جاسم من الانبار يقول اطلب 4 اشهر انا حلت على التقاعد. انا سجلته. اي. انا سجلته. اي. بس هو عموما احنا معاملات المصابين عندنا تدقيقين، اكو تدقيق امني، اكو تدقيق امني يجي من قياده الشرطه والاستخبارات الجريمه المنظمه. أي. وعندنا تحت تدقيق صحه صدور المعامله التقاعديه قرار اللجنه الطبيه. بعد انتهاء الحظر انا سجلت اسمه اخ احمد يراجع استاذ انس مدير تقاعد الانبار او استاذ وليد مدير ضحايا الارهاب، حتى اذا جاي هاي التدقيقين بامكاننا انه نصرف له الفروقات السابقه. ايضا جت رساله للمتقاعدين بعمان يقولون احنا نستلم رواتبنا دائما بعد شهر، واحنا من اصحاب الكي كارد. زين، مو لسنا من اصحاب الكي كارد انما اصحاب الحوالات، ليش هذا التاخير صار ويانا؟ سيدي العزيز، احنا نصرف الرواتب التقاعديه نرسلها الى مصرف الراتبين. اي. والاخوان في مصرف الراتبين يقومون بتحويل الرواتب التقاعديه. أي. الى مصرف الراتبين فرع عمان. اي. مصرف الراتبين فرع عمان هو يتولى عمليات صرف الراتب التقاعدي. اي. طبعا هاي العمليه مال التحويل من بنك لبنك، وهاي طبعا يعني التحويل في الخارج عمليه تاخذ وقت. احنا مع مصرف الرافدين بنعمل على تسريع هذه الاجراءات بطريقه اسرع، وان شاء الله هم اليوم بعد انتهاء البرنامج راح نتصل بالاداره، هم نحاول نسرع موضوع دفع الرواتب في الخارج. زين، ايضا ابو منتظر الكعبي دال رساله، الرساله بها عتب عليك وعلي، يقول انه السيد احمد السعدي يعني ما يقوم بتطبيق القوانين التقاعد الاخير، وبالذات الفقره الماده 14 والتي تساوي القديم بالجديد، ويقول واذا ظلت الامور هالشكل احنا نشتكي. سمعت استاذ احمد؟ اسمع السيد العزيز. أي. القانون الجديد اللي صدر قال يعاد احتساب الرواتب التقاعديه ماده 14 للمتقاعدين المحالين الى التقاعد اسوى باقرانهم اللي احيلوا هذا التاريخ، تاريخ صدور القانون. اي.
احنا بالنسبه لنا سلم رواتب موظفي الدوله هو المشكله في سلم رواتب موظفي الدوله، سلم رواتب موظفي الدوله اللي صادر عام 2008 60 راتب للمتقاعدين بموجبه. فكل المتقاعدين السابقين جبنا رواتب اقرانهم المستمرين بالخدمه سواء كانوا عسكريين او قوى امن داخلي او مدنيين، وجبنا رواتب اقرانهم وسكناهم نفس التسكين. هنا الدرجه والرتبه يتثبت نفس التسكين، شنو الاختلاف؟ يبقى الاختلاف بالشهاده، يبقى الاختلاف بالخدمه. زين. فاذا شخص خدمته اكثر من شخص اخر طبعا يصير بيناتهم فرق. هنا تصير المفاضله. عموما اي مواطن، اي مواطن يشعر بغضون باحتساب راتبه التقاعدي يقدر يقدم طلب اعتراض يذكر به وجه الاعتراض، يقول انا تسكيني مثلا انا استحق رئيس ملاحظين وانتم حاسين لي ملاحظ. احنا نسحب الفاره ندققها ونتاكد له من عنوانه ونجاوبه. البعض شو يقول استاذ احمد؟ يقول لك احنا نفس الخدمه ونفس الدرجه ونفس الامتيازات ونفس الشهاده، لكن هذا ياخذ راتب وهذا ياخذ راتب بشكل اخر. سيدي العزيز انا هواي اسمع من هاي القصص، من نسحب الاباضير ما يطلعون نفس الشيء 100%. فاي شخص، اي شخص نسحب ملفه يقول انا صديقي فلان او قريني فلان، هم من نسحب ملفه يطلعون يختلفون. اي. اما يطلع بدون شهاده وذاك يحمل شهاده او الخدمه 100% هو معادله لاحتساب الراتب التقاعدي، تعتمد على الدرجه وعلى الخدمه وعلى الشهاده. زين. تقبل غلط. أدي نعم. اذا الدعوه هاي للاخوه، انا مشاهدين الكرام انقل هاي تساؤلاتكم الى السيد رئيس الهيئه الوطنيه، والان تسمعون التساؤلات. الان ايضا عندي عبد الله من كركوك، تفضل اخ عبد الله. مرحبا استاذ نجم. حياك الله عبد الله. شلونك استاذ؟ صحتك؟ حياكم الله، مرحبا، مية هلا استاذ. احنا انا من المواليد اللي خرجنا قصرا مواليد 59. اي. بالنسبة ساد احنا خريجين اعدادية. اي. واني هسع بدرجة رئيس ملاحظين فني. اي. اسمع يقولون شهادة الاعدادية ما تحسب على قانون التقاعد الجديد. خليني اسأل يعني هل ممكن هذا صحيح؟ استاذ احمد سمعت الاخ عبد الله. قال عفو استاذ. يقول انا مواليد 59 والان طلعت تقاعد وخريج اعداديه، يقولوا له خير بالقانون التقاعد الجديد خريج اعداديه كشهاده لا تحتسب. اكو شيء؟ هو بموجب القانون استاذ نجم، بموجب القانون الشهاده مخصصات الشهاده تحتسب من المعهد، ينتهي 5% للمعهد و10% للبكالوريوس، 15% مخصصات الشهاده للماجستير و20% لشهاده الدكتوراه. الإعدادية والمتوسطة وبدون مؤهل ما أكون استأذن بالقانون. جاي بالفكرة. وياك. خويا عبد الله ما تنحسب مالتك. كمل المعهد. كمل المعهد بعد 59. كمل المعهد 59. يا مواليد محمد هاشم هاي. البعض يشتكي من عدم صرف الرواتب التقاعدية ببطاقة الكي كارد. يسألون عن السبب، اكو ايش تعليمات؟ ما يصرف بالكي كارد؟ اي عدم صرف الرواتب بطاقة الكي كارد. لا، بطاقة الكي كارد كمنتج اسمه كي كارد صدر قرار من البنك المركزي وقال لازم كل منتجات كي كارد تتحول إلى ماستر كي. اي. أو تتحول إلى ماستر كارد. اي. وياك وياك. نعم استاذ. يعني القرار مو قرار التقاعد. منتج هو المنتج اللي هو اسمه ماستر يعني كي كارد، البنك المركزي قال توقفوا عن اصداره، اصدروا غير منتج اللي هو يسموها البطاقات ثنائيه التبادل. شو يقصد بيها؟ بس اتذكر بوقت من الاوقات انت قلت لي هي خياري اختياري، يعني بكيف هاي لو هاي يختار، يريد بطاقه النخيل، يريد يختار ماستر كارد، من حقه من حقه. زين ليش هذا التنوع ماستر كارد وكي كارد وايسي كارد وما ادري شو يسمونه؟ ليش هذا التنوع؟ يعني ببطاقات الكي كارد حتى نوضحها. اي بطاقة الكي كارد يسموها بطاقات محلية، يعني تعمل داخل العراق فقط. اي بطاقة الباستر او البطاقات الاخرى اللي هي يسموها ثنائية التبادل، هاي تقبل انه تشتغل على الصراف الالي الاي تي ام، تشتغل على التسوق الالكتروني، تشتغل بالمحلات المتاجر اذا شايف مرات
من مسافر برا هاي المكان ما تدفع فلوس، تدفع بالبطاقه. تمام. فهاي البطاقه الثقافه الجديده هي تقليل النقد، يعني بعد ما حد يشيل نقد، فتكون بالمحلات بالمولات فيزا كارت، يعني هاي ما اجهزه وانت تستخدمها، واذا تحتاج نقد تسحب من الاي تي ام اللي هو الجهاز هذا اللي بيه فلوس. فهاي ثقافه جديده بالعالم انتشرت انه بعد يقللون النقد فاستخدموا هاي البطاقات. هاي البطاقه تشتغل بكل الكره الارضيه مو بس بالعراق. يعني زين احنا بطاقاتنا اللي بنستخدمها في التقاعد هي بطاقات وحيده اللي هي داخل محليه. البنك المركزي وجه قال لا اعتمدوا نموذج جديد، والمتقاعد حر يختار اي مصرف سواء اهلي قطاع خاص او قطاع حكومي. طيب وياي عباس المدياله، اهلا وسهلا اخ عباس. عباس تسمعني؟ من انبار اثير، تفضل اثير. السلام عليكم. حياك الله اثير. استاذنا العزيز، احنا يعني فئه اكثر فئه انظلمت بالعراق صراحه، لان المصاب الحقيقي اليوم من محافظه الانبار ما جاي ياخذ حقه واستحقاقه بالدرجه الاولى. شنو مشكلتك يا اثير؟ يعني نقولها شلون نحكيها بالعاميه، اختصر لي اثير على مود الوقت، تمشي اموره. احكي لي مشكلتك شنو؟ والفقير مشكلتك شنو؟ مشكلتي انا طلعت لي نسبه عجز 55 اي اليوم. فمن طلعت لي النسبه سووا اعاده فحص مره ثانيه، بالاعاده الفحص المره الثانيه قالوا لي انت لازم ننزل نسبتك. فهذا ليش انا اليوم سويت 5 عمليات وانضربت؟ هذا غير قرار طبيب، هذا القرار هذا قرار طبي. لا زين انا من هو من هو من قرار طبيب زين اوكي من هو قرار طبيب يصير، يعني انا اخذت بلجنه اولى هذا التقدير، يصير باللجنه الثانيه ينزلون هذا التقدير مالتي؟ والله يا اخوي هاي قضيه ما مصابه مثل الجرح اللي انا انصابت فيه. هاي قضيه يم الاطباء نسبه اكثر من احنا ما نقدر. اخ اثير احنا الان على الهواء، مو اختصاصنا نقدر نقرر هذا وذاك، هاي قرر الطبيب، ومن تاخذ نسبه عجز الاطباء يقرروها، احنا ما نقدر ندخل بهاي. انا اشكرك اخ اثير. استاذ احمد، عندي رساله من موظفي وزاره الزراعه مركز الوزاره، يقولون احنا صار 3 أشهر يستقطعون منا 5000 دينار بعنوان التامين الصحي. اكو ايش تعليمات عندكم؟ العفو استاذ. موظفين بوزاره الزراعه بمركز الوزاره يقول صار 3 أشهر يستقطعون من عندنا كل شهر 5000 دينار تحت عنوان التامين الصحي، عندكم تعليمات بهذا الصدد استقطاعات للتامين الصحي؟ لا هذا موظفين بالخدمه غير اي مركز الوزاره. احنا بس المتقاعدين، يعني هاي ادارتهم لازم يشيلون ادارتهم. ها يعني انتم ما اي يعني اذا مخدمهم موفرينهم خدمه التامين لازم يقدموا لهم خدمه التامين مقابل استقطاع. انا باكر اسال السيد حميد نايف، يعني وزاره الزراعه، اي حميد نايف الناطق باسم الوزاره. اخ حميد باكر اتمنى من حضرتك تودي لي اجابه، ذولا ليش تقطعون منهم 5000 دينار؟ قضية الضباط المعوقين بالجيش السابق أستاذ أحمد، يقولون ما شملنا بنهاية الخدمة من 25 سنة فما فوق، لكن لم تصرف لنا لكننا معوقين. هذا رشيد أحمد النعيمي. لا أنا التقيت بمجموعة من الضباط المعوقين من تسجيل الجيش العراقي السابق. أي هي أكو مشكلتين، مشكلة أنهم هم من انحالوا على التقاعد ما انحالوا كمعوقين، فلازم نرجع على ملفاتهم، وطلبنا من وزارة الدفاع تزودنا بما يؤيد أنه هم مصابين حتى نقدر ننفذ القانون. والآن عندنا فريق عمل مشكل، لجنة بتعمل على جلد هاي الملفات، والإخوان هم نفسهم ساعدونا، جابونا قسم من قرارات اللجان الطبية، وقسم جابونا السيدي الخاص بالإصابات مالهم. الآن بنعمل على استكمال الموضوع حتى نبدي نحتسب ونشوف من اللي انصرف له مكافأة ومن ما انصرف له. زين. اللي ما انصرف له حتى نبدي ننظم عمليات صرف المكافأة وتعديل رواتب. زين. من بغداد حسن، اهلا وسهلا. الو حياك الله حسن. الله يسارك استاذ نجم. حياك الله اخوي، تفضل. استاذ نجم، احنا منتسبي الداخليه الجرحى اي طلعنا بال 2019 وما استلمنا مكافاه نهايه خدمه، وصدر قانون بشهر 1 2020 يعني صدر. أي.
مكافأتنا خادم الجرحى الداخليه والدفاع والحشيد. اي وصار من واحد ولحد الان مكافأتنا خدمه يعني ما اي خبر. خوش نحب يعني نستفسر الله يبارك فيك ان شاء الله. اخويا حسن استاذ احمد حسن جريح بالداخليه وطالع تقاعد عام 2019 ولحد الان ما مستلمين نهايه الخدمه. سيد عزيز هو المساعدين هسه اللي تكلمنا عليهم. اي قبل كانوا ما مشمولين بمكافاه نهايه الخدمه، كانوا مشمولين بالاصابه، مكافاه الاصابه او مكافاه الاستشهاد بالنسبه للشهداء. اي طبعا صرفت المكافاه مال الاستشهاد. الان القانون الجديد هسه القانون الجديد اللي صدر بشهر الواحد. اي قال تصرف مكافاه نهايه خدمه للشهداء وللمصابين. اها سمعت خويا حسن؟ اول شيء احنا لازم نسوي جرد. اي او الجرد نهيئ قاعده البيانات نشوف من استلم ومن ما استلم. ورا ما نكمل الجرد لازم نحسب ايش قد الفلوس نحتاج ونطي حسب الاولويات. زين انتم ما عندكم تبويب ذولا جرحى، ذولا معوقين، ذولا نهايه؟ سيدي العزيز كل قوانين لا احنا عندنا مبوبه انه جرحى يعني شهداء ومصابين عندنا مبوبه بس شو استلم؟ عرفت شلون؟ خلال هاي السنوات مثلا عندي جريح طالع ب 2003. اي فلازم نرجع للملفات نتاكد مصاب اصابته تاخذ من جراها استلم مكافاه لو ما استلم حتى نقدر ندرجر القوائم. زين خلينا ناخذ احمد هذا عمل يعني عمل نعم نعم لازم نكمل. بارك الله فيك استاذ احمد. ايضا احمد من بغداد. السلام عليكم استاذنا العزيز. حياك الله يا اخ احمد تفضل. استاذنا العزيز عندي مشكله انا يم دكتور احمد ابو مصطفى ولو هو ما يقصر. اي قول. زين اذا يسمعني. قول. بالنسبه للحجية كانت تتقاضى راتبين قبل خليني اختصر لك اياها فطلع عليها مبلغ 26 مليون وشويه. زين. اي. تسمعني استاذ؟ وياك اي. اي فهي طلعت تطلب 26 مليون. زين بال 2018 بشهر التاسع تطلب لو مطلوبه طلعنا هذه الفلوس يعني من خلال ورقه يعني اللي تطلبها اخذتها الدوله فمن ذاك اليوم لهاليوم قاموا يقطعون طولنا 200 وشويه تقريبا 500 راتبها قاموا يقطعون فمن راح استعرض قالوا لا هذا انه مو 26 24 مليون ومطلوبه مليونين كتاب من هيئه التقاعد بين 26 مليون منه بالرقابه من الاستاذ مصطفى. اي فقالوا لا انت الفروقات 24 هي فروقاتي 26 مليون و226 راحت تمت وجيت الاستاذ احمد ما قصر الرجل قبل شهر انا قاعد يمه زين كان لقاء فوعدني خير ان شاء الله واريدها اطلبها من الله منك دكتور نجم. أي. انه رقم الهويه يبقى يم دكتور احمد ويتابع هالقضيه صار لي اكثر من سنه انا جاي اروح اخسر كراوي واروح وارجع وكل شيء. هذه الحجيه من كانت تاخذ راتبين ليش مغلسه؟ بس هي اخذت لك مالاتك دي قدام. والله في الحجيه كانت تاخذ راتبين وطلعت مطلوبه إيه سته كانت تاخذ راتبين لان لا يجوز الجمع بين راتبين حسب القانون. فالمهم توقفوا راتبها هي تطلع طالعه تقاعد بال 2013 فروقاتها طلعت 26 فانطيناهم اياها للدوله يعني الدوله اخذتها مو احنا انطيناها. استاذ احمد يمكن استاذ احمد يمكن عرفت احمد جايك ومراجعك حجية كانت تاخذ راتبين. احمد يراجعنا خليه يراجعنا بعد الحظر ان شاء الله ويتدلل بسيطه سهله ان شاء الله. اخوي احمد بعد كورونا ان شاء الله بعد كورونا روح منو عندك همام الاجازات المتراكمه للجيش السابق استاذ احمد. سيدي العزيز هذا الموضوع مختصاص عمل هيئه التقاعد الوطنيه. الاجازات المتراكمه تصرف من قبل دائره الموظف اي ووزاره الدفاع هي المسؤوله عن موضوع صرف رواتب الاجازات المتراكمه. اي احنا اذا يعني صدر قانون وخولنا بالموضوع وخصصوا اموال طبعا نصرفها بس هو هذا زين. الموضوع مختصاصنا اختصاص وزاره الدفاع. زين انا قبل ما ادخل الاستوديو اجاني اتصال استاذ احمد من وحده من الخوات مضيعه الكي كارد مالتها تقول هل يستطيع انه استلم اني بهويه التقاعد؟ لا تقدر تراجعنا بعد الحظر راسا نصدر لها وحده جديده وننزل لها الرصيد دي يعني المبلغ البطاقه المفقوده وتستلمه نحول لها الرصيد. ايضا عندي جاسم يقول الفقره 13 من قانون التقاعد الجديد جمدت معاملات الموظفين الذين حرموا من الوظيفه ولم يستطيعوا العوده اليها الى وظائفهم كونهم تركوا الوظيفه وتم تجميد المعاملات لكونهم لم يملكوا 15 سنه. كل هذا حكينا به الموضوع. سيد العزيز ماده 13 من قانون التقاعد قالت
كل شخص انفصل او انعزل او ترك الخدمه او استقال او يعني عاف الوظيفه تركها بارادته او بدون ارادته، اي يعني استقال بموافقه دائرته او بدون موافقه دائرته، فاذا أي. كان عنده 20 سنه خدمه تقاعديه وعمر 50 فبامكانه ان يستحق الراتب التقاعدي. خوش. جمال من الانبار. جمال. الو، السلام عليكم. اهلا وسهلا. اهلا جمال. السلام عليكم. اهلا وسهلا. حياك الله. حياك الله. تفضل. تفضل. استاذ نجم. الو. اسمعك عيني، تفضل. استاذ نجم. اي. انا مفوض مرور متقاعد صار لي 3 سنوات من طلعت. اي. لحد الان مكافأة الخدمة ماكو. يا سنة طلعت؟ يا سنة بال 2017. خوش. ما اتوك نهاية خدمة؟ 44 سنة خدمتي بالمرور وطلعت صار لي 3 سنوات ما مستلم مكافأة الخدمة. خوش. استاذ احمد، سمعت مفوض مرور متقاعد بال 2017 خدمتي 44 سنة لحد الآن ما مستلم مكافأة نهاية الخدمة. أنا أتمنى يراجعنا بعد انتهاء الحظر، إذا عنده 44 سنة فمن حقه مكافأة نهاية الخدمة. سمعت خويا جمال، ورا كورونا إن شاء الله، بس الله يسلمكم. ذكرى من عمان. السلام عليكم. أهلا أخذ ذكرى. رجاء أنا ممكن أسأل الدكتور أحمد، احنا المتقاعدين اللي قسرا طلعونا على التقاعد، اي اللي خفضوا السن التقاعدي، لحد الان طبعا معاملتنا ما مشت بدوائرنا، وهذا الشهر الرابع واحنا بدون ما شفت البرنامج اللي البدايه اخذ ذكرى حكينا. نعم. هذا البرنامج والسيد رئيس الهيئه الوطنيه اجاب انه اللي عندهم ما جايبين براءه ذمه تاخرت معاملاتهم، واللي نعم. واللي عنده براءة ذمة انصرفت حدود معاملاتهم، والآن أكو مقترح أنه بين الدوار وبين التقاعد اللي ما عنده براءة ذمة راح يمشونه لحين إكمال براءة الذمة. أتمنى لو شايف البرنامج من البداية أخذ ذكرى. أيضا أستاذ أحمد، الظرف أستاذ أحمد وياي. نعم نعم أستاذ أحمد. الآن الظرف اللي يمر به البلد والعالم كله ظرف استثنائي. الآن أنت قبل قليل قلت كلمة جميلة، أنه الآن المتقاعدين اللي هم كبار السن أكثر عرضة يتعرضون للإصابة بكورونا، هل من مساعدات مالية، هل من يعني مبادرات، خصوصا هم عندهم أمراض مزمنة؟ والله يا سيد العزيز تعرف أولا الموازنة، يعني ماكو موازنة لعام 2020، هاي مشكلة طبعا. نعم. تواجه عمل الحكومة وكل مؤسسات الدولة. أي. وأهم مؤسسة هي وزارة الصحة الآن اللي في موقف محرج كلش بسبب أزمة كورونا. أي. اليوم احنا بنعمل على إكمال الرواتب التقاعدية، والحمد لله والشكر اليوم تم صرف الرواتب التقاعدية قبل ساعة من البرنامج، تم إطلاق صرف الرواتب التقاعدية لكل المتقاعدين في كافة أنحاء العراق. زين. الآن بكرة راح تنطلق عدد من الموظفين، مشكوره قياده عمليات قياده عمليات بغداد، الاخوان ساعدونا في تسهيل مهمه الموظفين الذين سيقومون بنقل قوائم الرواتب الورقيه للمحافظات حتى يوصلون قوائم الرواتب الى كل مصرف في كل محافظه. زي. من البصره الى الشمال راح تترك موظفين يروحون يوصلون قوائم الرواتب حتى المتقاعدين يتمكنون يراجعون المصارف حتى يستمر رواتبهم، للي ما عندهم بطاقه ذكيه او ما عندهم بطاقه سمارت كارد. اليوم غد راح تنطلق ان شاء الله الموظفين يوصلون يوزعون القوائم. الان بنعمل التحدي كلش كبير انه كيف نوفر وسائل الاتصالات، وكيف نوفر الاموال، وكيف نوفر بيئه امنه للعمل. تعرف المتقاعدين اذا دخلوا للدائره ويا ستار واحد مصاب يأذيهم كلهم. اي عندي اخر اتصال ابو محمد من عمان. العفو استاذ ابو محمد، تفضل اخر اتصال حتى اروح للساعه الثانيه من البرنامج. تفضل ابو محمد. الو. اهلا وسهلا. الو، السلام عليكم. حياك الله ابو محمد. ممكن احكي ويا الدكتور؟ تفضل عيني، تفضل. يلا ابو محمد.
دكتور أني من شهر الواحد والثاني والثالث ما مستلم راتب. ليش؟ مع ما أعرف، مع العلم أنا من عمان، مع العلم مقدمت شهادة حياة يمكن واحد واحد أو اثنين واحد يعني بأول ثلاثة أيام من بداية السنة، وكل ما أروح بعد ما جتي وبعدنا ما أولي هسه والمصرف يقولون ما عندنا فلوس، هذا اللي ببغداد حتى يعني نطابق شهادة الحياة. بس أنت ما مستلم لو مثلك هم ما مستلمين؟ والله أنا أشوف الناس تستلم بس أنا بالنسبة لي ما يعني ما استلمت، ما أدري جوز أكو ناس آخرين الله أعلم. أستاذ أحمد أبو محمد يقول أنا بعمان، هو يقول الواحد والثاني والثالث ما مستلم، مدى تجيني فلوسي، راتبي مدى يوصلني، وما يعرف وين المشكلة. يعني أتمنى من أبو محمد إذا أستاذ نجم تنطي تليفوني أو تأخذ صورة الهوية ما تقاعد حتى أقدر أتواصل. أبو محمد صورة الهوية دزها للولد على الواتساب حتى أنا أبعثها. أجتني رسالة يقول ديوان الرئاسة ما مستلمين نهاية خدمة مال التقاعد، هل إلهم لو لا؟ ديوان الرئاسة؟ لا، دوائر المنحلة ما لها مكافأة نهاية خدمة، بس دوائر القانون أي الجيش العراقي السابق فقط. ها دوائر المنحلة ما مشمولة. ما مشمولة. أنا انتهت الساعة الأولى الأستاذ أحمد السعدي، أشكر استجابتك وتلبية مطالب المواطنين، تقبل تحياتي وتقدير أستاذ أحمد. أستاذ نجم هذا واجبنا، الله يحفظك الله يحفظك. أنا ممنون. مشاهدي الكرام، الساعة الأولى مثل ما الاتصالات والرسائل الكثيرة اللي اجتني كانت تلبية لاحتياجاتكم، هكذا كانت الساعة، وأنا أعتذر من الذين لم أقرأ رسائلهم لأنه الرسائل عندي كانت كل شوية، وأيضا أشكركم. أخذ هذا الفاصل وأرجع إلى الساعة الثانية من برنامج من بغداد، راح يكون وياي السيد خالد المحنة الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، وبالجزء الثاني أيضا راح تكون معي السيدة الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم عن الأزمة المالية في العراق. فاصل وأعود إليكم. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، اعود اليكم الساعه الثانيه من برنامج من بغداد والجزء الاول منها. وفي البدايه اذا كان من كلمه شكر وتقدير واحترام وعرفان الى ابطالنا في وزاره الداخليه وفي وزاره الدفاع والحشد الشعبي على الجهود الكبيره التي يبذلونها في هذه الظروف الاستثنائيه في الوقت الذي ندعو كل عوائلنا وابنائنا واخوتنا وشعبنا إلى الالتزام بحظر التجوال، لأننا أمام خطر حقيقي يداهم العالم، ولكن في نفس الوقت لدينا رجال يمتلكون نكران ذات عالي وهمة عالية وغيرة من أجل أن يقدموا ما يستطيعوا أن يقدموه في هذه الظروف الصعبة. في مقدمتهم وزارة الداخلية وزارة الدفاع، وأنا أمس قدمت شكر وتقدير لا بأس من أقوله اليوم إلى كوادرنا الصحية والطبية على هذا الموقف الرائع والنبيل. ولكن بالمقابل يعني نحن الآن نقول علينا أن ننسى خلافاتنا جانبا، اليوم يجب أن نتوحد برؤية واحدة وأن نعمل ما يمكن أن نفعله أو نعمله من أجل الوصول إلى حلول حقيقية لهذه الأزمة. وأنتم تعرفون ونحن نعرف أنه في كل أزمة هنالك من يحاول من ضعاف النفوس أن يتاجر بها. هذه الأزمات وهذه التصرفات والسلوكيات وسائل الإعلام الآن ترصدها بكل دقة وبكل مهنية لتقدمها إلى أصحاب الاختصاص للنظر بها. أنا أمس ناشدت أنه تمنى من معالي الوزير أن يخرج معنا وزير الداخلية، اليوم حضر مشكورا سيادة اللواء خالد المحنة الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. أهلا وسهلا سيادة اللواء. اهلا وسهلا، تحياتي لك استاذ نجم والى جمهورنا الكريم، وانا انقل اليكم تحيات السيد وزير الداخليه، كما ان الشكر والتقدير والعرفان الى كافه
مؤسساتنا الإعلامية الوطنية اللي كان لها دور عظيم جدا في نشر الثقافة والوعي. اليوم الوعي عامل أساسي ومهم في محاصرة هذا الوباء. أنا أشكرك سيادة اللواء. أريد أبدأ من قضية أنا أعتقد أنتم مطلعين عليها تماما، لكنه نريد الناس أيضا أن تعرف. أمس أنا عرضت فيديو لأحد الأشخاص في علوة الرشيد، ادعى هذا الرجل وعلن أمام الرأي العام ما تقوم به بعض السيطرات من فرض أتاوات على المخضر والمواد الغذائية، سيارة يأخذون من عتها مليون وسيارة يأخذون من عتها مليون ونص. هذه الأتاوات وهذه السيطرات وهذه السلوكيات كيف رصدتموها؟ كيف تعاملتم بها؟ وهذا ينعكس أصلا على أسعار المواد الغذائية. نعم نعم سيادة اللواء. نعم الحقيقة يعني جولاتنا المستمرة، سواء السيد وزير الداخلية لديه جولات شبه يومية يلتقي بالتجار والمتبضعين، وكان هنالك نشاط كبير لوزارة الداخلية في موضوع مراقبة الأسعار ويعني منع حالات التخزين ومحاولة رفع الأسعار. وأوعز السيد وزير الداخلية إلى مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية بهذا الموضوع اللي تبنت قضية ثبات الأسعار. بالنسبة إلى الموضوع اللي طرحته حضرتك، بعض المعلومات اللي يعني أنا شخصيا ما سامع بها، لكن نتمنى أنه مواطننا الكريم يكون إلى دور في الإبلاغ عن أي حالة يعني سلبية لا سامح الله. نعم هنالك حالات سلبية، رغم أنه هاي الحالات هي فردية، لكن على المواطن أن يعني لا يرضخ إلى الابتزاز. هنالك قرارات للحكومة المركزية ولجنة الأمر الديواني خلية الأزمة باستثناء عجلات التي تنقل المواد الغذائية. وأيضا هذا الموضوع هو بالنسبة لنا كوزارة الداخلية موضوع مهم جدا، لأن الأمن الغذائي هو جزء من منظومة الأمن الشامل. ولذلك السيد الوزير أوعز إلى مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية وخرجت إلى كافة المخازن اللي تخزن يعني اللي كميات المواد الغذائية، ووجدنا أن الأرقام الموجودة هي مطمئنة إلى حد ما. وأيضا اتصل السيد الوزير ببعض السادة المحافظين في المجالس الحكومات المحلية، وطلب منهم ضرورة إبداء التسهيلات الممكنة للعجلات التي تنقل المواد الغذائية. وكذلك أوعز إلى مديرية الدفاع المدني بتعفير هذه العجلات، لأن كانت هنالك مخاوف باعتبار هذه العجلات تأتي من مناطق حدودية. ولهذا أوعز إلى مديرية الدفاع المدني بأن تقوم بتعفير هذه العجلات، حتى بالتالي تكون هنالك تسهيل لإجراءات مرورها. أنا أيضا أخوان الفيديو اللي بعلوة الرشيد، الأخ أحمد اللي صورت الفيديو، أتمنى أن تتصلون عليه حتى أبعث هذه المعلومة إلى السيد اللواء ولا السيد الوزير، حتى يتم اتخاذ الإجراءات في السيطرات التي حصل في هذا الوضع. ما يتحمل سولف فمش، الوضع يجب أن نثبت هذا. ولذلك سيادة اللواء أنا أسأل، هل استحدثتم خط ساخن للتعامل مع الأزمة مع المواطنين على الخط الساخن القديم بشكاوى المواطنين؟ خط ساخن بهذه المرحلة؟ نعم هنالك خطين ساخنين مهمة يعني لوزارة الداخلية. الخط 130، هذا الخط يعنى بجميع الأخبارات مهما تكون نوع الأخبار. والخط الثاني هو 104 مديرية شرطة النجدة، اللي تتولى موضوع تقديم العون والنجدة لكل شخص يحتاج إلى المساعدة. يوم أمس أبلغني السيد مدير شرطة النجدة بأنه يعني فقط حالات الولادة اللي نقلتها عجلات النجدة 2000 حالة خلال فترة الحظر، وبالإضافة إلى كم كبير من الخدمات اللي لا في بغداد، فقط في بغداد يعني العجلات اللي نقلت حالات الولادات بالنسبة للأشخاص. شوف رحمة ربك، يعني بعض الأشخاص حتى يتردد
يتردد انه ينقل يعني اهله في عجلات الاسعاف خوفا من موضوع الفيروس وغيرها، ولذلك يعني قاموا يفضلون عجلات النجدة في هذا الموضوع. تحياتنا للسيد مدير النجدة على هذا الجهد. هذا هو العراقي الحقيقي اليوم في ظل الأزمة، وأنا أتمنى أنه باكر ممكن أتصل بي على التليفون حتى نشكره على هذا الموقف. لذلك أنا أسأل حضرة تجوال سيادة اللواء في بغداد، ممتاز جدا لكنه يكون صارم بعد الساعة السادسة. وسائل الإعلام تدري أنت الآن يجب أن يكون لها دور، شلون الولد يروحون للمكاتب، شلون يوصلون، يعني احنا دنعاني بهذا الموضوع حتى من قضية ضيوفنا. شوفونا نعم. ديروا وجوهكم علينا. نعم نعم نعم. الحقيقة المبدأ العام، المبدأ العام يعني هنالك انسيابية بحركة التحرك الإعلاميين، لكن في بعض الحالات الفردية بعض السيطرات يعني يبلغون الأخوان الإعلاميين أنه تعرضوا إلى مضايقات وعدم تعاون من قبل بعض الأفراد والضباط. أنا اتصلت في السيد قائد عمليات بغداد وذكر لي أنه لا يعني لا يوجد هنالك تحديد للفئات المشمولة، عفواً المستثنات بالحظر، وهم فئة الإعلاميين ورجال الشرطة والعاملين في المؤسسات الصحية. لذلك هذا الموضوع في بعض الأحيان يعني قد يخضع إلى اجتهادات شخصية، لكن على العموم هنالك توجيهات مستمرة من قبل قيادة العمليات بضرورة أن يكون هنالك الالتزام حتى بعد الساعة السادسة الواردة من قبل خلية الأزمة. حتى بعد السادسة يوم أمس كان هنالك قرار لمحافظ السيد محافظ بغداد بأن يعني للساعة السادسة، لكن يعني خلية الأزمة طلبت أنه يعني أنه يعني يتراجع عن هذا القرار المحافظة ويدرسون هذا الموضوع، وفعلا تراجعوا عن هذا القرار. قضية السجناء سيادة اللواء الآن في قضية هذه الأمراض كيف تم دراستها؟ ما هي الحلول؟ ما هي الإجراءات؟ هل لديكم تنسيقات مع وزارة العدل، مع دائرة السجون؟ نعم، الحقيقة اللجنة المركزية خلية الأزمة يعني لجنة الصحة والسلامة درست هذا الموضوع وقامت بالفترة الماضية بإجراء يعني تعداد للمشمولين بالعفو، وهنالك مشروع لهذا العفو، يعني نأمل أن يأخذ طريقة بشكل سريع، لا سيما إحنا نمر في ظروف غير طبيعية وتتطلب من عندنا جميعا أن نتكاتف لمحاصرة هذا الوباء، لأنه بصراحة اليوم إحنا أمامنا خيارين لا ثالث لهم. الخيار الأول هو أن ننتصر على هذا الوباء ولا سامح الله، الخيار الثاني يعني نذهب إلى المجهول، لا سيما وأنه إحنا في بلد لا توجد فيه بنى تحتية كبقية دول العالم المتقدمة والتي أيضا تأثرت في هذا الموضوع، بل بعض هذه الدول انهارت منظوماتها الصحية بشكل يعني مؤسف. سيادة اللواء متى لذلك تعتقد إحنا اليوم أمامنا خيار، متى تعتقد أنه تصدر قرارات بقضية السجناء ومن هي الفئات التي سوف تستثنى يعني من هنالك القرار؟ هنالك دراسة حقيقية وطرح هذا الموضوع، وكانت هنالك تعداد لفئات المشمولة، يعني بعض الاقتراحات أنه الأشخاص اللي متبقي لهم سنة يكونون مشمولين بهذا العفو باستثناء القضايا الإرهابية وغيرها الخطرة على المجتمع العراقي، ويعني حقيقة هذا القرار يأخذ بس طريقة نحو سنة التنفيذ قريبا جدا إن شاء الله، أو اللي مكمل نص الخدمة. نعم، اللي عابر الستين سنة الآن القرار المطروح يعني واللي تمت دراسته أنه اللي باقي له سنة فقط أو محكوم سنة هو أصلا. نعم البارحة لأن ذولا أغلب نعم. يعني أغلب الأعداد هم نعم كمل نعم سيادة أغلب الأعداد هم اللي باقي لهم سنة أو نعم، وأغلبهم هؤلاء يعني قضاياهم بسيطة وليست بها تأثير سلبي على المجتمع العراقي. أجل جاوبني بصراحة سيادة اللواء مثل ما أنا أعرفك،
كم هي عدد الإصابات في السجناء نتيجة مرض كورونا حقيقة؟ يعني الحمد لله فيما يتعلق بوزارة الداخلية المواقف الموجودة لدينا صفر، ماكو أي إصابة لا في الموقوفين ولا في رجال وزارة الداخلية لحد الآن، الحمد لله ما عدنا أي إصابة بين صفوف قواتنا الأمنية في وزارة الداخلية. وأيضا هنالك كانت في الفترة الماضية إجراءات، من ضمن هذه الإجراءات هو منع الزيارات إلى المواقف والسجون الخاصة بوزارة الداخلية، وأيضا استخدام مبادئ السلامة العامة كالتعقيم وارتداء الكمامات وغيرها من هذه الأمور بإشراف يعني مؤسساتنا الطبية في وزارة الداخلية. سيادة اللواء، البارحة بالبرنامج حتى هذه تكون أمام السيد الوزير وحضرتك أيضا، اتصل بي أحد الأشخاص من محافظة ميسان قال احنا تمت عودتنا بحماية المنشاة ميسان وصار لنا 5 أشهر ما ماخذي الراتب. سألتك لوين؟ قال انا منشأت بحماية منشآت ميسان. انا اتمنى انه هذه تتابعوها، انه ذولا ليش ما صار 5 أشهر ما ماخذي الراتب؟ نعم، اذا الاخوة بالمكتب الاعلامي خبروه. الحقيقة اغلبهم هؤلاء يعني تكاد، نعم اغلب هؤلاء اللي رجعوا أغلبهم يعني تكاد تكون النسبة 95% استلموا رواتب، لكن بعض المحافظات يعني من ضمنها شخصنا محافظة واسط، واليوم أنت ذكرت لي في محافظة ميسان هنالك يعني بعض التوقفات اللي حصلت، وإحنا يعني هذا الموضوع يعني إن شاء الله يطرح على أنظار السيد وزير الداخلية حتى يعني يكون هنالك حل سريع لهؤلاء، لأن ما معقولة منتسب خلال هذا الفترة الطويلة ما يستلم مستحقات، حتى لو راح يعني يكون الإعاز صرف يعني مخصصات مقطوعة لحين ما تنحل مسألة الرواتب لهم، لأنه الحقيقة ماكو مشكلة رئيسية تعترض هذا الموضوع، لأنه كل الأشخاص اللي صدرت بهم قرارات قرار الإعادة هم توفرت لهم درجات من وزارة المالية وتخصيصات كافية لتغطية هذه الرواتب، لذلك هاي الأخطاء ما مسموح بها، وإحنا نحاول نتابع هذا الموضوع. أنا أشكرك سيادة اللواء. إذا استمر حظر التجوال، تدري هذه للضرورة هي أحكام، لمدة قد تطول إلى 10، هل ستعملون استثناءات للمعامل والمصانع ذات الاتصال والتماس المباشر بحياة المواطنين، اللي هي بالمواد الغذائية وتصنيعها، أنه تشتغل بنص شفتات بنصف كوادرها حتى تقدر تضخ كمواد إلى السوق، قضية من هذا النوع هل تمت مناقشتها؟ يعني هو كل الاحتمالات يعني أغلبها اللي مطروح الآن، نعم، كل ما مطروح الآن هو يصب في يعني باتجاه أنه ينتهي الحظر ونكون إحنا قطعنا شوط كبير في هذا الموضوع. إن شاء الله تكون النتائج سلبية، وندعو من الله عز وجل أن تكون النتائج إيجابية وأن ينتهي هذا الموضوع، لأن بصراحة تسبب هذا الموضوع يعني أضرار كبيرة لطبقات من وفئات من المجتمع العراقي، خاصة الأشخاص اللي يعتمدون في قوتهم اليومي على الأجر اليومي، يعني صاحب التاكسي وصاحب المحل البسيط وصاحب العمل اليومي، هؤلاء تضررت مصالحهم كثيرا، ويعني إحنا نوجه لهم التحية والتقدير وجزاهم الله عن هذا الصبر اللي تحملوه خير الجزاء، ويعني نأمل أنه هذا الموضوع ما يكون إلى فترات، لكن يبقى الأمر حصرا بيد خلية الأزمة، وأكيد ستكون هنالك يعني إجراءات معينة لا سامح الله إذا ما تم تمديد هذه الفترة، لكن مثل ما ذكرت لك أستاذ نجم أنه كل المؤشرات تشير إلى أنه يعني العراق بدأ يتعافى ويعبر هذه المرحلة الخطرة، يعني عبرنا الشيء الصعب إن شاء الله وما بقانا إلا الشيء اليسير. الحظر في مدينة الشعلة لم يطبق بالمستوى المطلوب، لذلك بالفترة الأخيرة صارت إصابات، هذا أولا. الشيء الثاني، لماذا تعتمدون على سرايا السلام يعني في حظر التجوال هناك؟ نعم،
الحقيقة القوات الأمنية ما ممكن أن تعتمد على قوات غير نظامية، هذا الموضوع يعني خارج سياقات قيادات العمليات والقوات الأمنية نهائيا. والحقيقة قواتنا ليست يعني ينقصها الاقتدار ولا الجاهزية، بالعكس السيد وزير الداخلية أوعز منذ بداية الأزمة إلى كل التشكيلات والوحدات التابعة إلى وزارة الداخلية بأن ترفع من مستوى جاهزيتها لدرجات متقدمة جدا وتتأهب لأي طارئ قد يحدث. لذلك كل الخزين من الوقود والإجراءات اللي اتخذت في وزارة الداخلية تمكن مؤسساتها من أن تطاول في واجباتها، وأن حتى كان هنالك تنقل بسيط بين الدوائر الخدمية لتعزيز موجود الدوائر التي يتطلب لها وجود في الشوارع. قوات الأمنية لم ينقصها الاقتدار وتستطيع أن تنفذ واجباتها بكل اقتدار، والفترة الماضية شهدت يعني توقيف العديد من الأشخاص اللي حاولوا يكسرون هذا الحظر، وكذلك بالنسبة للعجلات كان هنالك رقم كبير بالنسبة للعجلات المخالفة، وكذلك بالنسبة للعجلات التي تم ضبطها والعجلات. شنو العقوبات اللي يعني كانت تفرض على المخالفين سيادة اللواء؟ بالنسبة للعجلات هنالك حجز وهنالك غرامة ب100,000 دينار، يعني هذا اليوم الرقم كان تقريبا 46,000 غرامة يعني حسب ما أبلغوني بمديرية المرور العامة. وبالنسبة للعجلات التي تم حجزها 1200 عجلة لحد الآن خلال فترة الحظر فقط. بالنسبة للأشخاص أيضا هنالك مئات الأشخاص تم توقيفهم وإحالتهم إلى القضاء. سيادة اللواء، بالنسبة لقضية الآن حظر التجوال في عموم العراق، وهنالك مطلوبين إلى القوات الأمنية والأسلحة خارج نطاق الدولة، لماذا لا تستغلون هذا الوقت لإلقاء القبض على هذه الخلايا؟ نعم، الحقيقة الواجبات الأمنية سواء لمكافحة الجريمة أو مكافحة الإرهاب ما زالت لحد الآن مستمرة قواتنا الأمنية بهذا الموضوع، وبين الحين والآخر يتم إلقاء القبض على مجموعة من الخلايا النائمة أو مجموعة من المطلوبين. يعني هنالك الأجهزة الاستخبارية مستمرة في عملها، لم ينقطع عملها، بل على العكس كان هنالك تكريس لهذا العمل خلال هذه الفترة سواء في يعني الجرائم الجنائية أو يعني مكافحة الإرهاب. مثل ما تعرف والمشاهد الكريم أنه وزارة الداخلية لديها من الانتشار في عموم مناطق البلاد، حتى في المناطق يعني الصحراوية في الحدود في الوديان في الأماكن الغير المأهولة وغير المأهولة، ويعني لدينا العديد. بين الحين والآخر يتم الإعلان عن إلقاء القبض على قيادات مهمة فيما يسمى يعني عصابات داعش الإرهابية. سيادة اللواء، بالنسبة لقضية نزول الجنود الآن إجايسهم الاعتيادية، يعني هل هي مستمرة؟ هل أنه الآن الجندي طالما ماكو إصابات تخلونه ما ينزل حتى أخاف ينقل العدوى ويكون ملامس في مكان غير مأمون؟ لو الإجايز ماشي عادية والأمر خليها على الله. نعم، الحقيقة بالنسبة للإجازات لمنتسبين في وزارة الداخلية كانت هنالك بعض التوجيهات بيعني تأخير مدد النزول والالتحاق، يعني بدل ما تكون 7 أيام ب7 أيام تكون 10 أيام ب10 أيام. الغرض من هذا الموضوع هو تقليل حركة منتسبين حتى يعني نبعد قضية الإصابات وما نخلي تكون إصابات بين صفوفنا، لأن موضوع الانتقال والذهاب والإياب قد يكون بمحاذير من ناحية يعني انتشار هذا الفيروس. لذلك هي جزء من يعني خطط لقضية السلامة والأمان في داخل مؤسساتنا. لكن هنالك أيضا توجيهات بعدم أن يكون يعني لا تطيل فترة مكوث المنتسب لفترات طويلة، لا، تكون هنالك انسيابية بحركتهم بالنسبة للمجازين والالتحاق المجازين أيضا.
في الزيارة الأخيرة للسيد رئيس الوزراء والتي اصطحب فيها السيد وزير الداخلية إلى الأنبار، هل تمت زيارة قاعدة عين الأسد؟ وهل تم اللقاء بالأمريكان هناك للتداول في الوضع الأمني؟ نعم، الحقيقة فاتني أن أذكر أنه السيد الوزير دائما، يعني احنا نوجه التحية إلى كل قواتنا الأمنية، وأنت في بداية البرنامج يعني حقيقة أنصفت القوات الأمنية في يعني مقدمتك. القوات الأمنية خلال هذه الفترة يعني أبدت صبر عظيم جدا، يعني إذا ما يعني عرفنا أنه القوات الأمنية منذ فترات طويلة هي تقريبا شبه الإنذار، يعني كانت هنالك زيارات، زيارة الأربعينية، وكانت قواتنا الأمنية أغلبها في حالة الإنذار، وبعدها يعني قضية التظاهرات، وبعدها استمرت كثير من نوب أجتي قضية هذا الوباء. لذلك قواتنا الأمنية يعني كانت عند حسن ظن شعبنا، والسيد الوزير أحد الإجراءات اللي كرم بها منتسبين وضباط هذا الجهاز أنه أصدر قدم ممتاز لضباطنا 6 أشهر وإلى كافة المنتسبين سنتين، وهو دائم الحديث عن تقدير العالي لتضحيات أبطالنا في وزارة الداخلية. أعود إلى سؤالك بخصوص زيارة السيد الوزير إلى محافظة الأنبار. نعم، التقى أكيد بالقيادات الأمنية وناقش الوضع الأمني في هذه المناطق. ما كانت أكو زيارة لقاعدة عين الأسد؟ لا لم تكن هنالك إلى القاعدة زيارة، وإنما مديريات الشرطة ويعني ضباط الشرطة في تمام. قادة الأمن في تلك المناطق. أكو سؤال مهم في نهاية هذا سيادة اللواء، يعني أنت الآن تبشر وإحنا أيضا متفائلين خير أنه الآن العراق بدأ يتعافى عبر منطقة الخطر. قضية الزيارات، يعني أنت تعرف أنه إحنا عندنا الأئمة وآل البيت وهذه الزيارات مقدسة عندنا، وشفت ما حصل في زيارة الإمام موسى بن جعفر، تضاعفت لدينا الأعداد. الآن لدينا الزيارة الشعبانية، الآن الأخبار تقول أن المشاية بدأوا يمشون من البصرة ومحافظات أخرى، الآن كيف ستتعاملون مع هذه الحركة؟ هل ستتخذون وتطبقون القانون الحظر أم الموضوع بحساسية؟ نعم، الحقيقة القوات الأمنية يعني تستخدم القانون في فرض هذا الحظر، والحقيقة بالفترة الماضية يعني ما كان هنالك ذاك الوعي اللي هو موجود الآن عند مواطنينا. الآن اليوم احنا نعول على مسألة وعي المواطن والتزامه الذاتي في هذه القرارات، رغم انه القوات الأمنية يعني الأوامر اللي صدرت إلها تطبق تطبيق تام مبادئ الحظر، ولا تسمح بأي حركة مهما كانت الغاية من هذه الحركة سواء زيارة أو غيرها من هذه الأمور. هذا الموضوع كل المرجعيات الدينية والقوى الاجتماعية في عموم المجتمع رفضت هذا الموضوع، وكذلك نداءات الأجهزة الأمنية والحكومة المركزية، وهكذا أصبح اليوم عندنا التزام ذاتي حقيقة. أكو وعي عند المواطن، واليوم اكو ناس الان يعني تمشي سيادة اللواء في الزيارة الشعبانية لو ماكو، واللي يمشي تلقون القبض عليه لمخالفة الأنظمة والقوانين. لا نعم، اكيد 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 هذا الموضوع مهم جدا، ويعني في بال الأجهزة الأمنية. انا قبل ان اختم مع السيد اللواء ادعو سماحة المرجع السيد السيستاني وعلى لسان الناطقيه السيد احمد الصافي والسيد الكربلائي، الان متوقفه الصلاه يعني بامر الله سبحانه وتعالى حفاظا على الناس، ان يسجلون الفيديو الى الناس بالارشاد وبالوعي. احنا آل البيت يعيشون بقلوبنا ويعيشون فوق رؤوسنا، لكن هنالك ضرورات، هذه الضرورات يجب ان تقدم على كل شيء، ولما الكلام يطلع من المرجعيه يصبح لزاما شرعيا على المكلف أن يقتدي به. هذا الرسالة إلى سماحة السيد السيستاني وإلى الناطقين باسم المرجعية الشريفة. تحياتي وتقديري إليك سيادة اللواء خالد المحنة،
على تطبيق يعني حضور هذه الدعوة. كذلك تحياتي للسيد الوزير. شكرا جزيلا، تحياتي لك. أنا أشكرك مشاهدي الكرام، أخذ هذا الفاصل وأرجع إلى ما تبقى من النصف الأخير من بغداد. للضيفة جازة، والفون وياها منو وياها؟ دكتورة مرحبا. اهلا استاذ نجم، صوتك بعيد جدا. شوفوا عالجونا قضية، انا صوتك كلش واضح عندي، عالجونا الصوت يم الدكتورة. ماذا افهمك؟ يا شباب همام، دكتورة اسمعيني الآن أحسن؟ إذا أسمعك بس الصوت مو واضح يا عيني، يعني أنا إيش قد أجري لقاءات بالسكايبي أعرف، يعني هاي مو أول مرة، بس ما أعرف ليش مدى تضبطوا الصوت. شوفوا لي الصوت شباب هسا دكتورة، الصوت ضعيف يمل الدكتورة. هسا دكتورة دا يشتغلون عليه، تدرين هذا النت عليه ضغط دكتورة، كلش عليه ضغط عالي. والله ما اعرف، بس هسه يعني دا اسمعك بس مو بوضوح زين. شويه ارفع الجين، ارفع الجين فوق، ارفع الجين. اي هسه زين، هسه زين، هسه زين. انا راح اوقف شباب، نص ساعه الاخيره راح اوقف. يعني هاي هسه يلا اجى الجهاز تدري. يلا 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 يلا، خليني راح اوقف اني شباب. واضح جدا عندي الصوت، اعطوني صورتها. خليني انا راح ادقهم الستران. اعطوني صورتها يا عايه. يلا همام، خذني مديا من جوا حتى شويه. ها اي يلا، يلا شباب. خذني مديا منا باوة همام. دكتورة هاي عاشتيني، سمعيني؟ اي اسمعك، صورتك ممتازة هسه. شكرا. يلا يلا شباب، يلا خذوني منا، خذوني منا امام هيك بحر، اخذني مديا من الركبة وفوق. يلا يلا يلا. بس كاميرا واحدة.
اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناة التغيير. آيل نصف ساعة الأخيرة من ساعتين بقى عندي الموضوع الاقتصادي والأزمة المالية التي تقلق الناس الآن كثيرا. لذلك في هذا النصف الساعة الأخيرة سترافقني ضيفا الخبيرة الاقتصادية الدكتورة سلام سبيسم. أهلا وسهلا دكتورة. أهلا وسهلا بكم، أسعد الله أوقاتكم دكتورة. الآن حديث رائج كثيرا أن الحكومة العراقية الآن تتجه إلى طبع إصدار نقدي. العالم يذهب في مخيلتها إلى قضية ما كان يصدر فيها النظام السابق لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية. كيف تجدين حلا من هذا النوع دكتورة؟ أول شيء إذا تسمح لي خلي أوضح للناس شنو هو الإصدار النقدي يعني، أو كيف البنك المركزي، وكما قال في تصريحه الأخير هو وظيفته أصلا الإصدار النقدي، يعني يصدر لنا النقود، هذه الدنانير في كل الفئات اللي نتعامل بها هي هذه من إصدار البنك المركزي. لكنه الإصدار هذا هو ما صاير من فراغ، يعني هو مو ورق ويطبعه ويطينا إياه، لا، هو كمية مغطاة بفعل التزامنا بصندوق النقد الدولي اللي هو راح يكون حصتنا مغطيها احنا ربع الكمية ذهب والباقي على الاحتياط الموجود عندنا في البنك المركزي، وكذلك على قيمة الدولة، بمعنى ما تمتلكه الدولة من ثروات وإمكانات وكل هذه الأشياء. فلذلك هذا الدينار اللي نتعامل به إحنا بالسوق هو مو فراغ، وإنما أكو مقابلة قيمة تتقرر وفق كمية الذهب وكمية الديون عندنا وكمية التعاملات. وهذا في بعض الأحيان كما صار في وقت النظام السابق وأشرت جنابك، أنه لما نتحاصر العراق وما ظلت عندنا فلوسنا كلها اللي برا حطت الإيد عليها، وصار تعرفون البند السابع، وما كنا نقدر نبيع ونشتري بالنفط ولا نقدر نصدر شيء، الحكومة خلص الاحتياط اللي عدت قامت سوت، قامت تطبع فلوس بدون رصيد. تمام، طبع العملة بدون رصيد هو قتل للعملة، لأنه سيؤدي إلى انخفاض قيمتها. يعني إحنا كنا نتعامل بورق، ورق ليس له قيمة، لا يوجد له مقابل. دكتورة يعني أقاطعك، هذه المرحلة أنت ونحن قد عشناها، لكن الآن الضرورات لمثل طبع العملة الآن في هذا التوقيت، البنك المركزي يقول هو لزيادة خزين الدولة من الدينار، يعني ما نخشى أننا سنذهب إلى حالات من التضخم، نطمئن المواطن لأنه الدولة تمر بأزمة مالية. إن شاء الله ما نذهب لهذا الشيء، لكن أكو مسألة لأن مهمة، لأن قلت لك إذا فعلا سوى البنك المركزي هذه القضية فهنا القضية خطرة جدا، لأنها ستضرب الدينار العراقي، وهذا التحسن اللي صار عندنا من وراء 2003 إلى حد الآن والمحافظة بشدة على سعر الصرف هذا اللي يكون هو 1200 مقابل الدولار، هذا الشيء راح نضحي به، راح يروح، وبالتالي من اللي يدفع ثمنه؟ راح يدفع ثمن المواطن اللي دخله ثابت، بمعنى الشخص اللي ياخذ راتب. ليش يدفع ثمن؟ لأن كمية السلع والخدمات اللي كان يحصل عليها بدخله تقل، بمعنى هذا راح يصير عندنا تضخم. فالحقيقة اللي أريد أقوله من خلال قناتكم، أنا ما أعتقد أنه إدارة البنك المركزي ستلجأ إلى هكذا خيار. لماذا؟ لأنها الآن ليست حرة، العراق ليس مثل قبل، العراق قبل كان محاصرا، العراق الآن ليس محاصرا، العراق الآن ملزم باتفاقات مع صندوق النقد الدولي، وصندوق النقد الدولي يضم دول العالم، كل دولة عندها اشتراك، وضوء هذا الاشتراك هو جزء من سلة من عملات العالم، والرئيسية اللي هي الدولار والين والدني والذهب. فالعراق ما راح يقدر يسوي هيك شيء وهو عضو في صندوق النقد، لكن قد تكون هنالك إجراءات نقدية
اللي هم دا يحاولون الآن أن يعيدون دورة الدينار ويحاولون راح يطون الحوالات يطون مثلا 25% من عتها دينار والباقي 75% دولار حتى يقللون من هذا الدولار الطاير. بس هو هذا بصراحة هذا إجراء متأخر جدا لأنه صار في وقت الأزمة اللي هي أزمة قلة الإيرادات. إذا كان السؤال بهذه الطريقة دكتورة أنه الآن أسعار النفط لو وصلت 20 و23 أو نزلت تحت 20 العراق منين يجيب حتى يسدد مستحقاته بالداخل؟ هسه تعوف مستحقاته بالخارج، شلون راح يقدر يسدد؟ وبالتالي هل سيصبح خيار العملة هو الخيار الوحيد أمام الدولة؟ هذا يتبع صانع القرار. صانع القرار إذا راد يضرب الطبقات الفقيرة راح يرجع خيار العملة، لكن صانع القرار إذا فكر بمصلحة العراق والشعب العراقي عنده خيارات أخرى. اللي هي أول هذه الخيارات ترشيد استهلاك الإنفاق العام اللي هو مثلا رواتب وامتيازات المسؤولين تقل، المنافع الاجتماعية اللي هي مليون دولار يطوها لكل للرئاسات، لكل رئاسة من الرئاسات تقل، يعني البرلمان ينطون للرئيس وينطون للنواب الرئيس منافع اجتماعية. أنا أيام البغدادية أيام البغدادية أعرف المنافع الاجتماعية اللغت لكنه أكو عندهم مصاريف أكو نتريك ترى عيني إذا يلغون من صفحة يجيبوها من صفحة اللخ. بالله احكي لي على الصفحة الثانية اسمح لي فتشي أستاذ نجم. أي الترهل الكبير في وظائف الرئاسات نعم. الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهي أقلهم، يعني الأمانة العامة لمجلس الوزراء تأخذ أقل من يعني موظفيها، يأخذون أقل من رواتبهم نعم. من البرلمان ومن ديوان الرئاسة، هاي الموظفين العاديين مو الدرجات الخاصة. أي؟ تدري المخصصات مالتهم إيش قد؟ أي 200%. أي وكانت الخضراء 500%. يعني هل انت تصور ثم عند هيئة الاستثمار وعندنا كذا بعدين هذا الترهل الكبير تدري كم درجة خاصة عندنا؟ 6800 درجة خاصة. شنو حقيقة الرقم اللي ذكرتيه انت حضرتك انه رواتبهم الولد نعم. الله يكتب سلامتهم بالشهر 43 مليار دينار؟ نعم هاي للدرجات الخاصة. طيب يعني انت تصور يا أخي العزيز أسا أنا وياك جايين نحكي خلينا نحسب حساب عرب هذه اللي أنا دا أعطيها لو ما أقول نقطعها لو رشدناها بمعنى نحذف غير الضروري ونحذف الفضائي ونخلي بس الضروري ما راح أقدر أطلع رواتب موظفين؟ الولد يزعلون. والله هي مو أنا قلت لك الحل من البداية أي. إما راح يكون بضرب العراق والعراقيين أي. وإما بحل يرضي العراق والعراقيين. خليني أتذاكر وياك بالخيارات التي يمكن بها ومن خلالها ما هي الضرورات الآن لمزاد العملة؟ الآن هل يتوقف مزاد العملة أم يحجب مزاد العملة أم نجد خيارا آخر؟ مزاد العملة راح يحاولون يلوفوله من خلال قضية الحوالات اللي ذكرتها الجنابك أي. اللي هي قلت لك يطون 25% من عتها دينار عراقي و 75% من عتها راح يكون دولار أي. بس أنا أقول لك فتشي يعني هل الآن عندنا استيراد وتصدير حتى أتسوي مزاد العملة لأنه مزاد العملة أصلا على اعتمادات مال استيراد فقل لي رحمة لأهلك إيش دا يستوردون الآن؟ هل المشاريع التنموية قائمة؟ يا أخي العزيز إحنا كمامات ما عدنا على مود نواجه الكورونا هسه مزاد العملة الولد واقفين لو من جو العباية؟ أنا أعتقد من جو العباية لأنه أكو قضية خطرة جدا أنه بالبداية ما كانت المصارف هذه كلها موجودة وتخلت الآن ضاعف عدد المصارف بفعل القانون اللي طلعون الشركات المالية تحولت إلى مصارف وكلها كانت لروح تصير مصرف ليش على مدة تكون لها حصة ضمن مزاد العملة أو نافذة العملة
زين. وبالتالي هم شغلهم الحقيقي هذا. فالآن يعني إذا قطعوه هل معقولة يعني راح توقف هاي البنك؟ خبان نقول الولد يبوقون. وهاي البنوك على فكرة كل بنك مرتبط ب يعني رأس من الرؤوس بالسياسي. زين. الآن القضية الأخرى في إطار المعالجات دكتورة. النفط الآن من ينباع مدى يقدر يسدد سعر التكلفة؟ وإحنا عدنا الولد بجولة التراخيص النفطية. الآن هل سيتم إعادة النظر بجولات التراخيص النفطية؟ تحجم، تقلل الرسوم، ننهي العقود، لأن وصلنا إلى مرحلة صعبة جدا الآن. ما أعتقد هاي الحكومة راح تسوي شيء. ما أعتقد. متى؟ أولاً هي حكومة تصريف أعمال، ثانياً هذه الحكومة علمتنا أنه ما تسوي يعني لا تجرؤ على القيام بخطط حاسمة اقتصادياً. لن تجرؤ. ولا سيما ما زالت هنالك آمال عند البعض في أن يبقون ويرجعون. ما يردون يزعلون الشركات النفطية. فما ولكن هو من الممكن أن نعالج هذا الموضوع بأن نعيد التفاوض حول جولات التراخيص ونقدر نقسط الأموال اللي علينا وكل شيء. ترى ماكو خيارات يعني أنت الآن. نعم إحنا شهدنا حكومة وشهدنا سياسات عليها كثير من الاعتراضات، لكن اليوم الوضع مختلف. برميل النفط ما يسد ما يجيب حسابه، وهذا قاعد يريد يريد على كل برميل دولار. أخي الفاضل هم مدى يردون يتصرفون بطريقة منطقية اقتصادية مختصر مفيد، وإلا لو كانوا يريدون في حال توفر حسن النية من الممكن الجلوس وإعادة المفاوضات وكل شيء لحل. صدقني ماكو مسألة ما لها حل بالاقتصاد وبهذه المعاناة، لكن على شرط توفر النية الصادقة والإرادة الحقيقية. فإذا هذين الاثنين هي أصلاً ما موجودة، شلون أنا أتأمل أكو حلول؟ زين أنا بقت عندي دقائق قليلة دكتورة، بس أكو سؤال هو فعلاً يطرح نفسه. نعم. في قضية كورونا. نعم. وباء كورونا والنظام الاقتصادي والدولي العالمي وما يمر به الآن، هل يمكن أن نتخيل شكل الاقتصاد الدولي أو النظام العالمي الجديد بعد مرحلة كورونا؟ وإحنا وين راح نكون بيا فارغون؟ بعد كورونا راح تكون هنالك ثورة في مفاهيم العمل والاقتصاد. العمل ليش؟ لأنه العمل تبدل. قضية الكورونا أثبتت أنه من الممكن العمل عن بعد، من الممكن اختصار المكاتب في داخل البيوت. ومن الممكن أنه كلها هذه يعني كل شركة تكون هي بدل ما تكون بنايش كبرها هشقتها تكون مكتب واحد وكل الموظفين يقدون يتحاكون عن طريق السكايبي، مثل ما هسه أنا وياكم ضيفة من خلال السكايبي. هذا رح يعيد النظر في تكلفة العمل وطرق توجيه العمل، وأيضا في مسألة مهمة هي دخول التكنولوجيا كعنصر حاسم في قضية العمل أكثر من قضية العمل نفسه اللي هو العنصر البشري. إذن يعني نحن بانتظار أزمة قد تكون شديدة، لأن هذا الذي تقولين به أنت هو حقيقة، لأنه الآن راح تكثر البطالة. الاعتماد على الأثبتة والتكنولوجيا المتطورة، المصنع اللي كان بيها راح يظلم بيه 10، وهذا اللي كان لا بالعكس. بالعكس، لأن كلفة الإنتاج راح تقل، فتشجع على استثمار العديد من البشر اللي ما راح يكلفوا شيء، ما راح يكلفوا مكتب، وما راح يكلفوا هذا راح يسرع عدد من العمال. هي السلعة راح تنقص. العمال يبقون عمال لأنه أكو مواقع إنتاج، لكن أنا دا أحكي لك على الشغل الانتلكتشوال الفكري. الشغل المكتب اللي هو مثلا الأسواق البورصات، البنوك، التجارة، حتى التبادل، كل هذا. لكنه معامل الإنتاج تبقى، حقول الإنتاج تبقى، لأنه ذيك مواقع فعلية لازم داخل الموقع الشغل. لكنه المكاتب والإدارات كلها راح من الممكن تختصر بمكتب واحد، لكن الأذرع والأيدي وهذا الموظفين كلهم راح يشتغلون من البيوت. دكتورة بما أنه أنت خبيرة اقتصادية، والآن نحن نحاول دائما أن نستمع لأصوات لإيجاد حلول. الآن العراق يمر بأزمة خطيرة،
عندنا 32% تحت خط الفقر وعندنا 30% عاطلين. هؤلاء الدخول المحدودة، من وجهة نظرك كخبيرة اقتصادية، كيف يمكن أن نعين هؤلاء خلال مرحلة الحظر أو خلال مرحلة كورونا؟ هل نلجأ إلى الاقتراض؟ هل نلجأ إلى التسليف؟ هل نلجأ بمعالجة الأزمة من خلال متوفرات قد تكون تحديدية؟ ممكن جدا، ممكن جدا. افتح أبواب الاستثمار، دخل شركات، نعم، خلي تستثمر عندك، سهل لها أمورها، مو تجي تريد تأخذ منها رشوة مقابل أن تعطيها إجازة استيراد. من السهل أمورها وتشترط عليها على أن الشغل الأيدي العام العاملة العراقية راح تجي ذاك الوقت. هذه الصحراء الموجودة نقدر نستثمرها بمشاريع. أنا أحكي في ظروف الحظر دكتورة، أنا أحكي في ظروف الحظر، سائق التاكسي قاعد وبالشمبر قاعد وبالجقاير قاعد وبالمحل قاعد، ذولا شلون الدولة تستطيع أن توفر لهم دخول الآن؟ يعني الآن أولا يجب تفعيل قضية البطاقة التموينية، لأنه البطاقة التموينية هي لحد الآن، يعني أنا أقول لك أنا من الناس ما نستلم بطاقة تموينية، ما عندنا مفردات البطاقة، فإذا تفعيلها ولا سيما للمناطق الفقيرة، وهم يعرفون كل زين من المناطق الفقيرة. ثانيا قضية الدفعات مالت شبكة الحماية الاجتماعية، ولو هي نصها يعني هم مزوريها وصاير بها فساد، بس على الأقل أكو ناس فعلا تأخذها ومحتاجتها. ثالثا تفعيل الدعم الصحي، الدعم الصحي اللي هو أساسي في مراكز الصحية اللي موجودة في الأحياء. هذه الأشياء تقدر نقول يعني على الأقل ما تغنيهم، بس على الأقل تحييهم. تمام، تحييهم. أنت من وفرت مفردات بطاقة تموينية للمواطن، يعني على الأقل وفرت لقوت عادي يأكله. للأسف إحنا خلال شهور هاي موجودة، فهذه لو بالحظر فكرت الحكومة الآن بإنقاذ الشعب العراقي من خلال تفعيل مواد البطاقة التموينية وشبكة الحماية الاجتماعية ودعم القطاع الصحي، المواطن همنا راح نقول يقدر يشتم هو. الدكتورة سلام سبيسي من الخبيرة الاقتصادية، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. تحياتي. مشاهدي الكرام، خلصت الساعتين، باكر إن شاء الله نتذاكر سوية في هموم عراقية مشتركة. نتمنى لكم السلامة والأمان. تقبلوا تحياتي.